السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع درس جديد في دروس المتجهات وهو محصلة المتجهات. محصلة المتجهات إذا كان المتجهين في نفس الاتجاه بيكون جمع، أو إذا كان في عكس الاتجاه بيكون طرح. دي بالنسبة إذا كان المتجهين بيتحركوا حركة أفقية. عند الـ F تساوي 3 نيوتن و F 2 تساوي 4 نيوتن، نجد أن F نت تساوي 1 نيوتن لليسار. أما إذا كان المتجهان متعامدان فنستخدم نظرية فيثاغورس لإيجاد المحصلة، اللي هي المتجه اللي هو الـ A عند متجه يعامد متجه آخر، يبقى إذن هنا F2 بـ4 و F3 بـ3، نجد أن المحصلة هذه الرسمة قلنا من بداية الأول إلى رأس الأخير، نجد أن المحصلة بتساوي F2 تربيع زائد F1 تربيع. يبقى الـ F نت هتساوي F1 تربيع زائد F2 تربيع، هيديني كام يا أستاذ؟ 5 نيوتن. والزاوية الثيتا هتساوي تان سالب 1 FY على FX، اللي هي هتساوي 3 على 5. يبقى ثيتا تحدد الاتجاه، اللي هي تبقى تكون 3 على 4. هنا الثيتا هتساوي تان سالب 1 3 على 4 ب 37 جنوب غرب. جنوب غرب قلنا الزاوية دائما مع الكلمة الثانية، هنا الزاوية مع الغرب. ويبقى إذن مع محور إكس الموجب الزاوية دي كلها هتقول 180 زائد 37 يديني 217، أي أن المحصلة 5 نيوتن باتجاه أو تصنع زاوية مع إكس الموجب 217 درجة. أما إذا كان متعامدة أو في غير متعامدة بنعمل عملية تحليل المتجهات مثل ما شرحنا في الدرس الآخر، ونجمع X مع X Y مع Y ونحطهم تحت الجذر كما في الشكل القادم إن شاء الله. عندي تحليل المتجهات تكلمنا عنه مثال، بس بنراجع بس على السريع. تحليل المتجهات إذا كان المتجه يوازي محور في الربع الأول، عندي أحلل المتجه A إلى X و A و Y. يبقى أنا كده يا أستاذ حللت المتجه الأول A إلى 20 كوزين ثيتا وواي 20 ساين ثيتا. دايما ناخد الزاوية مع محور اكس الموجب، ما تنساش. بعد كده عندي البي في الربع الثالث، اهو الربع الثاني، يصنع زاوية كام يا استاذ؟ 30 مع جنوب غرب غرب الشمال. يبقى هنا الزاوية مع محور X الموجب كام يا أستاذ؟ هتساوي 90 زائد 30 120. يبقى ساين هتساوي الـ X والـ Y. هنا طبعا قلنا على طول بنام خدت الزاوية مع محور X الموجب، يبقى الـ BY تاخد ساين والـ BX تاخد كوزين. طيب كده يا أستاذ أنا حللت المتجه A لـ X و Y، المتجه B لـ X و A و Y. أجمع الـ X مع الـ X، يعني اقول له الاكس هتساوي اي اكس زائد بي اكس، يبقى كده انا جمعت كل الاكس. والواي هتساوي اي واي زائد بي واي. بعد ذلك اقول له الال كل المحصله، محصله بينهم اكس تربيع زائد واي تربيع، يديني 7.3 تربيع زائد 27.3 تربيع. يبقى دي مقدار المحصله. يبقى الدي اللي هو مقدار المحصله 28.3. تاني يا استاذ عشان احسب محصله المتجهين بهذا الشكل، بقول يا أستاذ نحلل الأول الزاوية مع محور X، يعني الثيتا A. الثيتا A هتساوي كام يا أستاذ؟ 30 زي ما احنا شايفين. يبقى الثيتا A هتساوي 30. خدنا AX بعشرين كوزين 30، AY بعشرين ساين 30، جبنا الـ AX وجبنا الـ AY. بنفس الطريقة هناخد الزاوية كام يا أستاذ؟ 120. يبقى الثيتا دي كلها 120 أهي. فبنفس الطريقه هجيب البي اكس واجيب البي واي، اجمع الاكس مع الاكس يديني اكس، واجمع الواي مع الواي يديني الواي، واجيب المحصله النهائيه اقول له الاي اكس تربيع الدي هتساوي اكس تربيع زائد واي تربيع، يعني 7.3 اللي هي محصله الاكس مع محصله الواي 27.3 تربيع، يديني دي المقدار. طب الاتجاه قلنا ثيتا هتساوي تان سالب 1 اي واي على اي اكس، يعني او الواي على الاكس، يعني مش الاي واي، الواي مع الاكس، الواي لايه هنا ايه الواي اهي،
مع الاكس كاملة مش الاي اكس ولا الاي واي. بعد كده اقول له تان سالب 1 27.3 على 7.3 يديني 75. يبقى المحصلة 28.3 و75 درجة مع محور اكس الاي الموجب. يمشي مسافر 4.5 كيلو متر في اتجاه واحد، ثم يعني الاعلى مثلا وليكن الشمال، ثم يتجه يمينا بزاوية 45. يبقى هنا أستاذ نرسم الأول المتجهات، هذا المتجه الأول، ثم يتحرك بزاوية 45 في مثلا أي لليمين. إذن الزاوية بينهم كم يا أستاذ؟ هتساوي هنشيل 145 من 180، يبقى الزاوية هنا هتساوي كام؟ 145 درجة. يبقى الزاوية بين المتجهين 145 درجة. إذن هنعوض، آدي المحصلة. كيف يمكن إيجاد هذه المحصلة؟ لها طريقتين. الطريقة الأولى إن أنا أعوض في المعادلة دي، أو اللي هو الـ R هتساوي A تربيع زائد B تربيع ناقص 2AB كوزين ثيتا. على طول أعوض هيطلع لي الـ A الناتج. الثيتا قلنا 45، يطلع لي الـ A الـ R هتساوي 10A كيلومتر. دي بالنسبة للتعويض المباشر. الطريقة الثانية، أيوة أنت بتقول لي هنحلل كل متجه ونجمع الإكسات ونجمع الوايات، هيطلع نفس الناتج. يبقى هناك حل آخر أهو، عندي آدي المتجه والزاوية، كل زاوية مع محور إكس كام؟ متجه الأي يصنع زاوية 90 مع محور إكس، ومتجه اللي فوق يصنع زاوية 45. يبقى إذا يا أستاذي عندي أهو AX هتساوي 4.5 كوزين 90، والـ AY هتساوي إيه؟ من يقول صفر، لأن إذا كان لا هنا AX بصفر والـ AY بـ 4.5. إذا كان المتجه يوازي Y فإن مركبته على X تساوي صفر. طيب المتجه الثاني هجيب برضو الـ BX والـ B اللي هو الـ A. إذن عندي تاني يا أستاذ، آدي الـ AX، الـ AX جت كام؟ قلنا صفر. ليه يا أستاذ؟ لأن المتجه يوازي Y. إذا كان المتجه يوازي Y فالـ AX تساوي صفر. طب والـ AY هتساوي 4.5. نفس المتجه B هاخد BX وبي واي. الـ BX هتساوي 6.4 كوزين 45 بـ 4.5. والـ B والـ A ها؟ وعندي البي واي هنا البي اكس والبي واي. طيب كم اكس عندي يا استاذ؟ نجمع الاكسات مع بعض ونجمع الوايات. يبقى اذا الاكس هتساوي 0 زائد 4.5، والواي هتساوي 4.5 زائد 4.5. طيب بعدين اقول له المقدار هيساوي دي جذر اكس تربيع واي تربيع، 4.5 تربيع زائد 9 تربيع يساوي 10. دي بالنسبه للمقدار. نعد تاني يا استاذ، نعدها تاني. هنحلل المتجه A لX و Y، وهنحلل المتجه B لX و A و Y. حللنا المتجه A، آدي مركبة X بصفر، الـ AX والـ Y بتاخد 4.5 عشانه يوازي Y. الحالة الثانية الـ B، الـ B بيصنع زاوية 45، يبقى الـ BX هيبقى عندي بـ 6.4 في كوزين 45، والـ BY هيساوي 6.4 في كوزين 45. أجمع الإكسات، أجمع الوايات، أحطهم تحت الجذر. طبعا لو عاوز الاتجاه أقول له الثيتا بتساوي تان سالب واحد، وهكذا اللي إحنا قلنا عليه قبل كده. مثال آخر، هنا أعطيني إحداثيات. هنا أعطيني يا أستاذ، إذا علمت أن مقدار A و B، عاوز إيه يا أستاذ؟ عاوز A الإيه زي ما هي، 3B. ممكن أقول له الثلاثة B، التلاتة هضرب التلاتة في البي، يعني تلاتة في سالب اتنين وتلاتة في ايه؟ في خمسة. يبقى شوف نحل مع بعض، بس هو عاوز مقدار المتجه. ها عندي هجيب السي اكس، السي هتساوي اي اكس زائد تلاتة بي اكس. ادي الاي اكس بكام يا استاذ؟ ادي تلاتة، ماشي. وهنا ايه؟ سالب اتنين في ها تلاتة، اللي هي تلاتة سالب تلاتة بي، ماشي. بعد كده عندي السي واي هيساوي ها A بكام يا استاذ؟ الواي باربعة.
والخمسة في ثلاثة بخمستاشر، يبقى عندي السي اكس وعندي السي واي. هنعمل ايه تاني يا استاذ؟ خلاص حفظناها، اقول له هتساوي جذر سي اكس تربيع زائد سي واي تربيع، هيطلع لي الايه المقدار اللي هو 19.2. دي بالنسبة يا استاذي مقدار السي تساوي ايه زائد 3 بي. لو عاوز الاتجاه نفس الشيء، انه طبعا ايه عاوز الاتجاه، اقول له السيتا بتساوي ها تان سالب واحد كام يا استاذي؟ ها تان سالب واحد اللي هو واي على اكس اللي هي 19 على سالب ايه 3. يبقى عند جمع عند جمع المتجهات اجمع الاكس اذا كان عطاها لي متجه على 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 رسم بياني، او عطاها لي اكس وواي بهذا الشكل، بجمع الاكسات اجمع الوايات يطلع الايه، وبعدين استخدم نظريه فيثاغورس لايجاد المحصله. بعد ذلك اجيب الاتجاه من قانون التان، ثيتا تساوي تان سالب واحد السي واي على السي اكس. دي بالنسبه لجمع المتجهات. مثال اخر، عندي الكترون بروتون مع الكترون بينهم قوه، كل واحد بينهم يصنع قوه كما استاذ؟ ها عندي ادي القوه 5.8 ضرب 10 اس سالب كام 3.12، يعني هذه القوه المتبادله بينهم. طيب القوه دي اللي باللون الاسود مع القوه اللي باللون الاحمر هتتحل لواي، طبعا هيموتوا بعض لان محصله الواي بصفر. طب اذا الاكس دي هذا اللي المحصله اللي باللون الاحمر هتحلل الى ها اكس، واللي باللون الاسود هتحلل لاكس، فاصبح عندي كم قوه على اكس يا استاذ؟ 2. يبقى بدل ما هجيب اف كوزين سيتا، لا هقول له 2 اف كوزين ايه اس. يبقى هنا المحصله الاف نت هتساوي كام يا استاذي؟ اهو 2 اف كوزين ايه اس. ودي دايما بتيجي في الامتحان، ممكن يجيب مثلا قارب وكرتين، او مثلا ادي قارب وقارب اخر، كل واحد منهم برضو بيسحب ايه بواير، بيسحب جسم بواير ويصنع زاويه مثلا 40، هنا 10 نيوتن وهنا 10 نيوتن. قال لك احسب المحصله القوى للقاربين، يبقى لنا القارب رقم واحد وهنا ايه القارب ايه رقم 2، يعني البي 1 والبي ايه 2. على طول يا استاذ بنفس الطريقه اقول له الاف نت هتساوي 2 ضرب 10 ضرب الكوزين ايه كام؟ ايه 40. ودي مهمه جدا جدا، دايما بتيجي فين؟ في الامتحان. فكره زي دي، فكره زي ديت، كل ده افكار على محصله الايه المتجهات، اللي هو بيهمش ليا الواي لانهم متساويين في الايه في المقدار، وبالتالي ومتعاكسين في الاتجاه. اما التحليل هنا بيكون عباره عن يا استاذ بي 1 اكس وبي 2 اكس، يقوم يديني 40 او 2 في 10 في كوزين كام 40. هنا نفس الشيء 2 اف، الاف بكام يا استاذ؟ 3.12، يبقى 2 في القوى في الكوزين 35.5. دي بالنسبه محصلة أو جمع محصلة المتجهات. وقلنا لها كم حالة يا أستاذ؟ إذا كان في نفس الاتجاه بنجمع، إذا كان في عكس الاتجاه بنطرح، إذا كان متعامدين بنستخدم نظرية فيثاغورس، إذا كانوا غير متعامدين بنحلل المتجه الأول إلى X و Y، ونحلل المتجه الثاني إلى X و Y، ونجمع الإكسات ونجمع الوايات ونحط محصلة الإكس والواي تحت الجذر كما تعلمنا في المراحل الأخرى. وبكده انتهينا من جمع المتجهات ومحصلة المتجهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.